معنا عبر الهاتف من دبي سامي إمام الصحفي والمحلل الرياضي. سي سامي أهلا بك معنا. برشلونة حسم نتيجة الكلاسيكو ورفع الفارق إلى 14 نقطة، هل نستطيع القول أن الدوري حسم لصالح البلوغرانا أم أن هناك أمل للريال بالعودة للمنافسة؟ دائما الأمل قائم للريال وللآخرين في المنافسة، لأنه برشلونة هو في 14 نقطة يتقدم، لكن لا تزال هناك مباراة متأجلة لدى الريال، وهذه المباراة ممكن أن تقلص الفارق إلى 11. الفرق الأخرى لديها رصيد أيضا أفضل من الريال، لذلك من المبكر أن نقول أن برشلونة حسم اللقب، خصوصا أننا لم نصل بعد إلى منتصف الموسم أصلا. ما حصل أنه برشلونة حسم النجومية وحسم الهيبة لمصلحته، خصوصا وهو يعود من ملعب سانتياغو برنابيو بفوز كبير وبفوز وبشباك نظيفة وبمظهر للبطل على حساب مظهر مزري حقيقة لفريق ريال مدريد الذي كان ضعيفا جملة وتفصيلا على مستوى التكتيك وعلى مستوى الأداء الفردي للاعبين. طيب سيد سامي، تساؤلات عديدة حول الهبوط الحاد والمفاجئ في مستوى ريال مدريد هذا الموسم، مع أن التشكيلة هي ذاتها تقريبا التي لعبت الموسم الماضي وحققت الألقاب، برأيك ما هي الأسباب؟ أعتقد أنه من أهم الأسباب أنه ريال مدريد لم يقم بتعزيزات في بداية هذا الموسم. الفوز بكأس السوبر الأوروبي على مانشستر يونايتد و من قبل الفوز بدوري أبطال أوروبا أعطى انطباع أنه الريال فريق متكامل، وهذا ليس صحيحا. لأنه فاز في رأيي ريال مدريد من شهور قدم مباراة واحدة تليق بفريق كبير بطل، هي عندما فاز على يوفنتوس في نهاية دوري الأبطال، وما عداها كانت انتصارات الريال ليست مقنعة إلى حد كبير، ووصلت إلى حد في كأس العالم للأندية شاهدنا الريال يفوز بفارق هدف وبعد معاناة على الجزيرة، ويفوز أيضا بهدف وحيد على غرينيو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية. نعم هو أحرز 5 ألقاب في هذا الموسم، لكن حقيقة في رأيي اللقب الوحيد المقنع الذي كشف عن شخصية البطل كان على حساب يوفنتوس في نهاية دوري أبطال أوروبا. عدم تطعيم الفريق بلاعبين كبار، الاكتفاء بتعاقدات مع مجموعة من النجوم الشباب، أعطى انطباع أن الفريق متكامل، وهذا غير صحيح. الفريق بحاجة إلى تعاقدات كثيرة ومهمة حتى ينقذ موسمه. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من دبي، حدثنا سامي إمام الصحفي والمحلل الرياضي.